يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتشر في بلد من البلاد انتشرت عبادة الأضرحة والقبور وحكم في هذا البلد بغير ما أنزل الله، إذا انتشر في بلد من البلاد عبادة الأضرحة والقبور وحكم فيها بغير ما أنزل الله ولم يستطع المسلم أن ينكر، فماذا يجب عليه؟ إذا لم يستطع أن ينكر فعليه أن يترك هذا البلد إلى بلد يظهر فيه دينه، يقدر على إظهار دينه، فإذا لم يستطع فإنه يبقى مع كراهية هذا الشيء بقلبه، يكره هذا الشيء وينكره بقلبه. أمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. نعم.